متوسط الدخل او نصيب الفرد منها حوالي 120 دينار، نعم لكن 120 معدل دينار طبعا كما ذكرت لنا قبل الهواء ايضا. نعم احنا قاعدين عم نحكي في الحد الادنى حتى من الطعام والشراب. نعم لا بس هو معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 2800 الى 2900 دينار سنويا، ومعدل دخل الفرد وفق البيانات معدل دخل الاسره البالغ 11512 دينار يصل الى حوالي 199 دينار الى اقل من 200 دينار تقريبا. هنا هذا المواطن هذا معدل راتبه يساوي على سبيل المثال 600 دينار، بده ياكل ويشرب وبنفس الوقت يريد ان يعيش ويتمتع ضمن خدمات من صحه، تعليم، نقل الى اخره جيده. بهذه الحسبه من المسؤول وكيف من الممكن ان يتم تحقيق ذلك بالأخذ بعين الاعتبار بأن الأردن هي دولة فقيرة طبعا؟ كلما انخفض دخل الأسرة أو الفرد كلما ذهب معظم هذا الدخل للأساسيات من الطعام والشراب، وبالتالي كلما انخفض معدل إنفاق الأسرة و 9% من الأسرة الأردنية إنفاقها يقل عن 5000 دينار، 40% من الأسر الأردنية إنفاقها بين 5000 إلى 10000 دينار، وهذا إنفاق يعني منخفض حتى يقل عن معدل الإنفاق اللي تحدثنا عنه قبل قليل. هذا يعني أن معظم هذا الإنفاق يذهب إلى الأساسيات، والأساسيات هي الطعام والشراب في هذه الحالة، وبالتالي ترتفع نسبة الإنفاق على الطعام والشراب إلى أكثر من 33% إلى 40% وأحيانا إلى 50% وفي بعض الحالات 100% من دخل الأسر يذهب للطعام والشراب تقريبا. أستاذنا يعني دائما لما نسأل عن الأسعار بيكون ردة فعل المواطنين دائما غلاء غلاء وفيش حل غير جيبة المواطن، هل هذا حقيقي وما يشعر به المواطن هو دقيق إلى حد ما اقتصاديا فيما يخص خطط الحكومة؟ يعني خزينة الدولة ديوب رعاياها، هذا مبدأ قانوني ومالي، وبالتالي فالحكومة دائما ما تذهب إلى جيب المواطن، يعني هذا من أين تأتي بالضرائب والإيرادات وبالتالي الإنفاق على الطلبات المختلفة، لكن ذلك محكوم أيضا بآليات وأدوات ووسائل تسمح بأن يكون الاقتصاد في خدمة العملية الاقتصادية والمعيشية، وأن يكون جيب المواطن قادرا على الوفاء بالتزامات المواطن نفسه، ومن ثم المتطلبات الإضافية الأخرى ضمن الواجب العام الذي يتحمله الجميع. لكن هون بس علي بدي أوضح شالي أنه معدل الدخل ليس 120 دينار، هو من الراتب إذا كان 600 دينار وعدد أفراد الأسرة حوالي 4.8 إلى 5 في المتوسط، معنى ذلك أن المواطن أو الفرد في أسرة يعمل رب الأسرة ودخله 600 دينار، فمتوسط الدخل أو نصيب الفرد منها حوالي 120 دينار. نعم 120 دينار طبعا كما ذكرت لنا قبل الهواء أيضا. نعم. إحنا قاعدين عم نحكي في الحد الأدنى حتى من الطعام والشراب. نعم لا بس هو معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2800 إلى 2900 دينار سنويا، ومعدل دخل الفرد وفق البيانات معدل دخل الأسرة البالغ 11512 دينار يصل إلى حوالي 199 دينار إلى أقل من 200 دينار تقريبا. في جميع الأحوال هذه المعدلات المتفاوتة لا شك أنها تعكس عدم انتظام في معدل الدخل من جهة، وانخفاض هذا المعدل بالقياس إلى الارتفاعات المستمرة في الكلف والأسعار، وأيضا بهذا التمدد الأفقي للمشهد الاستهلاكي حيث لم يعد هناك ما يمكن أن نطلق عليه الأساسيات عندما نتحدث حتى عن الطعام والشراب. وأيضا علينا أن نأخذ أن معدل إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام والشراب حوالي 33% من إجمالي إنفاقها، وكلما انخفض الدخل كلما زاد إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام والشراب. وعلى هذا الأساس فبالنتيجة فإن المواطنين لا شك أنهم يتعملون
عبء ارتفاع الأسعار، بالنظر أيضا إلى أن أكثر من 70 إلى 80% من احتياجاتنا الغذائية أو مدخلات إنتاج المواد الغذائية مستوردة من الخارج، وبالتالي فهي تتحمل كلف إضافية فيما يتعلق بالشحن، بالنقل، بالتأمين إلى آخره، وهذا كله يفرض نفسه على المواطن.